التواجد ديالي هنا في الملعب ديال مقاطعة أنفال اللي كان معروف بملعب الشريف في إطار تلبية ديال الدعوة ديال الأخ العزيز ديالنا السي الحاج عبد الواحد رحال رئيس ديال فريق نادي رحال في إطار الاختبارات اللي كتقوم بها يعني كيقوم بها النادي باش كيختار مواهب الفئات اللي عنده. تواجد هنا اليوم مع مجموعة من اللاعبين الكبار في المغرب، تلبي دودان الداودي اللاعب الداودي رشيد، وأيضا الأخ ديالنا سعيد شخيط. تقريبا كنت سعيد جدا لأنه هذا الأمر رجعني لواحد ربما 42 سنة أو 43 سنة لما كنت أنا شاب كنشوف هذه الفئات كيقوموا بالاختبارات. صراحة المغرب دائما كان بلد اللي فيه الكثير من المواهب، وتحية يعني الأطور اللي كتشتغل بمدرسة رحال. يعني لاحظت بأنه كانت مباريات كثيرة في إطار شيء اسمه الشفافية في الاختيارات، يعني وإحنا اللي تواجدنا اليوم فساهمنا معهم من خلال يعني التجربة ديالنا المتواضعة في الميدان أنه كان نشوفوا اللاعبين اللي ممكن يكونوا في الفئات ديال رحال. فتحية للرئيس النادي الأخ الحاج عبد الواحد رحال، الإخوة الأطر اللي كيشتغلوا معاه، وأيضا بالتوفيق اللاعبين اللي تم الاختيار ديالهم. وبالنسبة للاعبين اللي ما تمش اختيار ديالهم فمعروف أنهم كما كنقولوا ما ينزلوش يديهم، والأبواب ديما مفتوحة، ولكل مجتهد نصيب بإذن الله. شكرا لكم.